أنا مالي مذنون، أنا مالي مذنون، أنا مالي مذنون، مالي مذنون، أنا مالي مذنون. يا مدحة مدحة، يا محلاها الحرية، يا محلاها الحرية، يا محلاها الحرية، ويا محلاها الحرية، وسوريا نادت فيا، رب السلام حييا سوريا عليا، يا محلاها الحرية، سوريا حرية ماذا سأفعل؟ ما هذه البلوى الذي حصلت؟ من أين أتتني هذه المظاهرات؟ الله يرحمك يا والد العزيز، لو أنك موجود لنهيت الأمر بثواني. ماذا سأفعل؟ بسيطة كتير، حلها كتير بسيط. 23 مليون سجين، منهم مليون بيخافوا البقية وبيبطلوا يطلعوا مظاهرات. أين ذهب هذا الشيطان؟ لا ترد علي، لا ترد علي أبدا. هيك أنا برأيي تقطع الكهرباء والاتصالات عن كل سوريا، وهيك ببطل في تلفزيونات وتليفونات، وما عاد في قنوات مغرضة، وهيك ببطل في مظاهرات. لا ترد علي، هذا تفكير شيطاني متخلف، هي صارت دقة قديمة. أنا برأيي تقتل كم واحد من المظاهرات، وهيك بيخافوا البقايا وبيبطلوا يطلعوا. شو هذا الحكي؟ أنا برأيي تعرف شو؟ ماذا؟ دمر كل الجوامع، تبطل العالم تطلع مظاهرات. شو أنت عم تقول؟ أنت رح تخليه هيك يعمل مصيبة كبيرة، رح تروحنا بداية. أنت اللي دقة قديمة، شو عم تحكي أنت؟ وجدتها، رح اقتل كل يوم 30 واحد من الشعب، 10 من الجيش، 5 من الشبيحة، وكم من حبكجي. بعدين منعتقل قد ما فينا من المتظاهرين، منسلخ جلدهم، بعدين منطلعهم مشان الناس اللي برا يشوفوهن، وهيك بيحكوا للعالم شو عم يصيروا بيخافوا. واللي برا منقول عليهم بنفس الوقت انه نحن فرجنا عنهم كمعتقلين، منرضي الرأي العام العالمي ومنقول عملنا اصلاحات. منعذب كم طفل، منشيل اعضاءهم العثولية، منقلع أظافرهم، منخلي كل العالم يشوف الفيديو، وهيك بيصير فيه هرج ومرج، هرج ومرج. منقول عصابات مسلحة سلفيين، منفجر الكنايس والجوامع، وهيك الكل بخاف من بعضه. منحرق كم واحد، منهشم عظام كم مثقف، منهدد كم ممثل. منموت كم واحد تحت التعذيب، منقصف المدن، منشرد الناس، منفلت الشبيحة، منخليهم نعطيهم حريتهم يقتلوا يغتصبوا يحرقوا يسرقوا. بدنا ندمر العالم. شو رأيكم يا سياطيني؟ انت واحد مجنون، اعوذ بالله من بشار الرجيم، انا لازم اهرب. لا تقتلني، لا تقتلني. يا سيطيني، يا سيطيني، أنا مالي مذنون، أنا مالي مذنون، أنا مالي مذنون، مالي مذنون، أنا مالي مذنون، أنا مالي مذنون، مالي مذنون لك يا جماعة يا شياطيني، أنا مالي مجنون، أنا مالي مجنون يا جماعة، أنا مالي أنا مالي مجنون، أنا مالي مجنون، أنا مالي مجنون، مالي مالي مجنون، أنا مالي مجنون. هيا
أي الطوارئ شلتها؟ ارحل. قانون أحزاب شكلته، بس اسمعوني كذاب، بس اسمعوني كذاب. بكرة الماضي ترح رخصه، ارحل. والمكروب رجعوا بخمسة، بس اسمعوني كذاب، بس اسمعوني كذاب. أنا رئيس الجمهورية العربية السورية وهذه هويتي، أعلنوا انشقاقي عن الشعب السوري المجرم. كذاب. من شان الله ارحل، لك آخر مرة ارحل، على حب الله ارحل. طيب شو بدكم؟